الاول خالص علشان ضميري يرتاح، وبعديها عايزك تموتني عشان ربنا يسامحني. انا بقيت واحد تاني ما ينفعش اعيش. هما اللي خلوني ابقى واحد تاني والله. انا احكي لك، لسه ما نزلتش برضو. كده كتير قوي، كده كتير، مش هينفع اللي انت عايزه تعمليه ده. بقول لك ايه يا محمد، سيبني اعمل اللي في دماغي، بدل والله العظيم يا محمد اخد بيتي فيروز وما تشوفليش وشي تاني. انا عايزه اعيش بقى يا محمد، عايزه اجيب عربيه واغير الشقه اللي احنا عايشين فيها دي. انا عايزه فلوس. ده ساب لي 20,000 جنيه. هما يعملوا ايه ال 20,000 جنيه دولت يا محمد؟ دي احلى وقت لينا، امها غضبانه وابوها لسه مسافر امبارح، محدش هيقف في طريقنا. اسمع الكلام بقى يا محمد، خلينا نعيش. ماما. نعم يا فيروز. تعملي ايه؟ مالكيش دعوه يا فيروز، خشي جوه. تعملي ايه يا ماما؟ قلت لك خشي جوه يا فيروز واسمعي الكلام. لا مش دخل. محمد دخل بنتي دي جوه. دخليها انت. ماما هتوديني المدرسه امتى؟ هوديك يا فيروز، بس خشي جوه يا فيروز واسمعي الكلام. لا مش دخل. يا فيروز خش جوه. لا. صباح غزل يا حبيبتي. صباح الخير يا تيتا. صباح النور يا حبيبتي. انا رايحه المدرسه. روحي يا حبيبتي وخلي بالك من نفسك يا غزل. حاضر يا تيتا. لو شفتي ماما كلميها يا غزل. ايه ده كلمها؟ ايوه عادي يا حبيبتي. ماشي يا تيتا، حاضر هكلمها. ماشي يا حبيبتي. باي يا تيتا. باي باي يا غزل. بصي يا غزل. نعم يا تيتا. ردي الباب والنبي يا غزل. حاضر. كان حد يجيني مش هنقدر نقوم نفتحها. ماشي يا ماشي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. حاضر. ماشي يا حبيبتي. غزل تعالي يا غزل. نعم يا تانتا. تعالي يا حبيبتي ادخلي تعالي. ليه يا تانتا؟ خش انا رايحه المدرسه. ما فيروز هتروح معاكي المدرسه. ايه ده فيروز هتروح معايا المدرسه؟ ايوه تعالي تعالي ادخلي يا غزل. ماشي تعالي يا حبيبتي. ادخلي يا غزل، ادخلي يا حبيبتي. عم محمد، ازيك يا عم محمد؟ مش بترد عليا ليه يا عم محمد؟ غزل فيروز، تعرفي يا فيروز؟ طنط ندى قالت لي ان انت هتروحي معايا المدرسة. ايوه يا غزل. ماشي. محمد هات العصير من جوه. ماليش دعوة. محمد هات العصير من جوه، اسمع الكلام بقى. مش جايب حاجة. ماشي يا محمد. يا عم محمد انت مش بترد عليا ليه؟ في ايه يا عم محمد؟ هو ما يا عم محمد يا فيروز؟ غزل يا حبيبتي خدي اشربي العصير ده. لا يا ماما انا اللي هشرب. لا غزل بس اللي هتشربه. لا يا ماما انا اللي هشرب. محمد خد بنتك ودخلها الاوضه. يا ماما يا بنت ندى. خليها بقى. يا محمد اسمع الكلام ده، خلي البنت الاوضه. يا بنت ندى انا عاوز اشرب العصير. يا بنت ندى انا مش عايزه اشرب الزيت فيروز. لا يا حبيبتي انا عامله العصير ده لغزل بس عشان انا بحب غزل، عشان بتسمع الكلام. اشربي يا غزل. ما بتحبنيش يعني؟ اشربي يا غزل. اشربي يا حبيبتي اشربي، طعمه حلو صح؟ طنط انتي حاسه انا دايخه. محمد. نعم يا فيروز. غزل نامت كده ليه يا ماما؟ دخلي بنت الاوضه يا محمد واسمع الكلام. بابا. ربنا يستر. بابا. ايه يا حبيبتي؟ هي غزل نامت ليه؟ بقول لك ايه؟ اللي انت شفتيه ده يا فيروز ما ينفعش تقولي لحد عليه ولا تحكي حاجه لحد. ليه يا بابا؟ اسمعي الكلام يا حبيبتي عشان ما ازعلش منك. حاضر. خليكي هنا ما تتحركيش. ماشي. ربنا يستر، ربنا يستر. انا خايف، انا خايف، انا مش عارف سمعت كلامها ازاي. ربنا يستر، ربنا يستر. في يا محمد؟ انا خايف. خايف من ايه؟ خايف وقلقان. دي بنت ابن عمي برضه، لو بنت كتير دي حد يخطفها او يعمل فيها كده. محمد انا اهم حاجه عندي الفلوس،
أنا عايزة فلوس، أنا عايزة أعيش يا محمد. يعني لو أنا كنت مسافر وأعطيتهم 20,000 جنيه كنت أنت هتوافقي يعني؟ محمد بقولك إيه، أنا أهم حاجة عندي الفلوس، مالكش دعوة بيهم خالص. دلوقتي أنا أهم حاجة إن أنا آخد فلوس، أنا عايزة أعيش. أنا عايزة أشتري عربية، عايزة أشتري شقة كبيرة يا محمد. كل ده بعمله علشانك أنت. اسمع الكلام الآن، اسمعي كلامي بلاش. انت عاجبك يعني يرميلك 20,000 جنيه وقول لك اطلع بص على امي، ولا اطلع خلي بالك من بيتي؟ نحمد ربنا. انا ماليش دعوه بكل ده، انا عايز اعيش. نحمد ربنا، نحمد ربنا. نفسي تسمع الكلام. اتقفشنا كده، اتقفشنا. اهدى بقى يا محمد، اهدى. انت اللي هتقفشنا كده. هقول لهم انت السبب، انا ماليش دعوه بحاجه. اهدى يا محمد، انا ماليش دعوه بحاجه، انا ماليش دعوه. ربنا يستر، ربنا يستر. مين؟ سلمى؟ اتفضلي يا سلمى، عاملة ايه؟ الحمد لله، ازيك يا محمد يا اخويا؟ ايه يا سلمى، في حاجة؟ في حاجة يا اختي؟ لا مفيش حاجة، مالك يا محمد؟ متأكدة مفيش حاجة؟ ايوه يا محمد، هو في ايه؟ مالك يا محمد؟ لا مفيش. اصل انا كنت يعني متضايقة شوية كده ومخنوقة، فحبيت اجي اقعد عندكم شوية. ايوه اتفضلي اتفضلي يا سلمى. لا معلش بقى، يعني سيبيني اقعد في الاوضه كده مع نفسي عشان انا مخنوقة ومتضايقة جدا. انا عايزة اقعد مع نفسي، مش عايزة اقعد مع حد خالص. لا الاوضه لا، اقعدي هنا يا سلمى، اقعدي هنا. الاوضه لا. في ايه يا محمد مالك؟ مفيش. الاوضه لا، مش هتدخلي الاوضه. بصي اقعدي هنا زي ما انت عايزة. تقول لاختك كده يا محمد؟ اقعدي هنا. اقعد هنا؟ لا بس اعمل انا. لا لا لا، محدش يدخل الاوضه، اقعدي هنا، محدش يدخل الاوضه. يا محمد مالكش دعوه بالواد مراتك ده، انا اختك حبيبتك يا محمد. في ايه؟ اقعدي هنا يا سلمى. في ايه؟ وانت من امتى بتمنعني ادخل الاوضه يا محمد؟ هو في حاجه ولا ايه؟ مالك؟ خليها. ما تسمعي الكلام يا سلمى، اقعدي هنا. قلت لك مش هينفع تدخلي الاوضه. قولي كده بقى، قولي كده. شكلك جايبه هدومه مخبيه في الاوضه صح؟ اقعدي يا سلمى، اقعدي. بس انا لا مش موسعه يا سلمى. يا محمد هزعل منك يا محمد، في ايه؟ موسعه يا ندى. مش موسعه يا سلمى، ما ينفعش. قلت لك اقعدي هنا، اسمعي الكلام. محمد هو في ايه يا محمد بالظبط؟ مفيش حاجه يا سلمى. مش اختك يا محمد وده بيتي؟ وسعي كده، في ايه يا محمد مالك؟ وسعي كده. لا يا سلمى لا، يا سلمى لا. كده غزل؟ ايه اللي جاب غزل هنا؟ وبعدين هي نايمه كده ليه؟ غزل. اقول لك على حاجه، مش انت عايزه تتجوزي احمد؟ انا هخليكي تتجوزي احمد. مش غريب الكلام ده يا ندى منك ولا ايه؟ بصي بكره احمد هيكون عندك واخليه يتجوزك كمان. ازاي يعني يا ندى؟ تعالي معايا وانا افهمك على كل حاجه. تعالي تعالي يا سلمى، اطلع يا محمد. تعالي تعالي يا سلمى، تعالي. بصي بقى يا سلمى، انا عايزه افهم بس الموضوع ايه. احنا خطفنا غزل واديناها منوم علشان انت اللي تلاقي غزل وترجعيها لاحمد، واحمد هيفرح بيكي قوي وهي ايه وهيتجوزك. احنا كل ده بنعمل علشانك يا سلمى، عشان انت تتجوزي احمد. يا بنتي يا بنتي، غزل لما تصحى كده تحكي لابوها كل اللي حصل وتقول احنا اللي عملنا فيها كده. لا بصي، انا جبت لها منوم بيتوه المخ اصلا، يعني انا من كتر ما انا هديها منوم منوم ورا منوم هي هتنسى اصلا دخلت الشقه ولا مين اداها منوم، مش هتفتكر اي حاجه خالص. انت متاكده من الكلام ده؟ ايوه يا سلمى، الخير اللي فيه احمد ده كله انت المفروض تعيشي معاه، مش ندى المعفنه دي اللي ما بيعجبهاش العجب. بصراحه وانا قلت كده والله، قلت انا اللي استاهل اعيش مع احمد، هي ما تستاهلش تعيش معاه. ايوه احنا لازم ناخد الخير ده كله. تمام، كل ده علشانك يا سلمى. طب بقول لكم ايه بقى، عشان تكملوا القصه دي على خير كده ومحدش يشك فينا. ربنا يستر. مش احمد قال لكم قبل ما يسافر عينكم على الحاجه فوق بدل ما هو يجيب خدامه؟ ايوه ايوه، اطلعوا لها اطلعوا لها وسيسوها. نعمل لك ايه يا حاجه؟ تاكلي ايه النهارده؟ تشربي ايه؟ اقعدوا معاها، اقعدوا معاها عشان لما احمد يرجع من السفر تقولوا والله العظيم ده محمد وندى ما سابونيش، كانوا واقفين جنبي بيعملوا لي الاكل اللي بحبه وقاعدين معايا طول الوقت ومش سايباني. فكره حلوه يا سلمى. جدع امركم كده. جدع يا سلمى، شغلي مخك معايا كده عشان تتجوزي احمد. انتوا اتلبيتوا على بعض؟ ربنا يستر، ربنا يستر. ايه يا محمد مالك؟ تعالى معايا تعالى. وانا قاعده هنا مع غزل عيني عليها. يلا اطلعوا لها يا محمد. ربنا يستر، ربنا يستر.